السلام عليكم، معكم خديجة من قناة خديجة شانيل. اليوم غنقدم لكم وصفة قديمة جزائرية كنستعملها هادي عام وعمرها ما خطاتني. هاد الوصفة ديال اليدين كترطب وكتبيض وكتحيد الوسخ وكتشد الجلدة ديال اليدين. انا كنستعملها هادي عام، ومسألة ديال البنات اللي بغاو يستعملوها الوجه ديالهم، ان البشره الجافه ما تستعملهاش، البشره الدهنيه تستعملها، ولكن بشرط انها ترطب الوجه ديالها كل ساعتين، لانها كتنشف البشره، ومع المداومه ديالها كتسد المسامين. عند المسامين واسعه كتسدهم. نبداو مع المقادير. المرحله الاولى كنحتاجو فيها الشبه هي مطحونه. هذه المرحله الاولى كنحتاجو الشبه والصابونه ديال الحجره. وفي المرحله الثانيه ملي كنساليو هذه المرحله كنديروا المرحله الثانيه اللي هي القماج، كنديروا سنيده مع زيت الزيتون. ومن بعد ملي كنساليو كنديروا الكريم، لان كما قلت انا هذه البشره هاد الوصفه كتنشف. كنديروا الكريم في الاخير. انا الكريم ديالي هو كريم جيلي سوليد اللي هو اصلي، خص البنات يعرفوا منه الاصلي مزور باش تعرفي الاصلي ديالو هو اللي كتكون فيها الطبعه هنايا، لان هذا قليل وانا كنستعملوها وانتم كتشوفوا. هذا احسن كريم لليدين ولا الرجلين. نبداو المرحله الاولى على بركه الله. اول حاجه كنبداو بالماء، واحد شويه ديال المحلقيه كنديروا لليدين كما كتشوفوا. يعني ما نحتاجوش شي حاجه كثيره، يعني الماء باش نديروا الرغوه، هذا الرغوه في اليدين فهمتي. نديروا بحال هكا كما كتشوفوا البنات. محتاجين هاد الرغوة البيضة تكون بحال هكا، شفتوا؟ شوفوا معايا الوصفة. أنا قلت لكم كنستعملها و تيستعملها الوالدة ديالي. كنديروها مرة في الأسبوع ولا مرة في 15 يوم. بالنسبة للوجه 15 يوم 20 يوم. بالنسبة لليدين غديريها مرة في السيمانة. ملي كنتي كدهني ومهرية في يديك ديريها جوج مرات. ها حنا هادشي اللي بغينا دابا هي بحال هكا، شفتو؟ تمشيو الشبة كيما كتشوفو، هي بشوية الشبة تكون مطحونة كيما كتشوفو. هاد الصابون كله كيختفي، ما تيبقاش. ها هو شفتو البنات؟ شتو تيولي بحال الوسخ، شتو شي مستمر بحال هكايا. شتو قلت لكم بالنسبه للوجه ما دار تدار مره في 20 يوم لانها كتنشف وكنبقى نحك حك. بالنسبه اللي عندها بحالي هاد الجليده وهادي تكون بالنسبه للعيالات اللي تيكونوا في ديورهم تيشقاو، راه مزيانه كتشد البشره. نستمروا هكا واحد 5 دقائق ماشي بزاف باش ننتقلوا للمرحله الثانيه. ندير من وراها الصابون بعد 5 دقائق غنمشي نغسل يديا وندوز للمرحلة الثانية. المرحلة الثانية يا البنات هي كنديرو كوماج، اللي هي هذا معروف، هذا يعني كديري سنيدة زيت الزيتون. تحركي الدوره الدمويه ديال اليدين في نفس الوقت كتقوميهم كترطبيهم. كما عارفين راه الشبه كتنشف. زيت الزيتون هكا كما كتشوفي
بعد 5 دقائق ماشي بزاف على الاقل كاع. المهم حتى تشوف يديك بداو تيتزنقوا هكا. كما كتشوفوا باش كيبانوا لكم ولا لا. المهم هاي الفرق واضح. مازال ملي كيباتو مازال الغد ليه كيبانو كتر من هكا. في الاخير غنغسلو يدينا وعندو ونديرو الكريم ديالنا اي كريم. انا بالنسبة لي هذا هو احسن كريم. غدير الكريم اللي كيجي معاك وصافي. في الاخير البنات كديري الكريم ديال اليدين ديالك. ها هو هاد الوصفه راه قديم راه نايا سمع بها شي شحال هادي ديال الجزائر ماشي مغربيه. وفي الاخير اللي عجبو الفيديو اضغط على زر الاشتراك ودير جيم. ولا كنتي جديد في القناه مرحبا بكم. اي استفسار كتبوا لي في التعليقات ومرحبا بكم.